لسه مستمرين مع حضراتكم في كل الكواليس والتفاصيل اللي بتتعلق بوصول المدير الفني السويسري الجديد للنادي الاهلي مارسيل كولر. هذا المدرب المميز صاحب السي في الجيد جدا، وان شاء الله باذن الله يكون موفق مع الفريق. واعتقد احنا على مدار ساعتين وعشر دقائق من دلوقتي فاتوا قاعدين بنتكلم وبنحكي لحضراتكم وبنشوف كل الكواليس لقطه بلقطه ولحظه بلحظه من ساعه ما الراجل وصل لحد دلوقتي. هو موجود في مقر النادي بالجزيره بالمناسبه وممشيش، واحنا لسه هنفضل مستمرين معاكم لغايه لما هو يروح الفندق بقى. يعني بنتابع معاكم كل الكواليس لحظه بلحظه عشان حضراتكم تبقوا عايشين كل الاجواء كالعاده من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. يعني فالراجل موجود مستمر جوه النادي بيتابع كل حاجه، عنده نوع من انواع الحماس الكبير جدا اللي واضح على ملامحه يعني. بس انا عايز برضو اشرح لكم القصه من اولها من اول اليوم، فعشان كده هروح سريعا لزميلي العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي اللي كان موجود في مطار القاهره الدولي من ساعه ما الراجل نزل للقاهرة ولغاية لما وصل للنادي، ولغاية دلوقتي موجود كمان معاه في النادي عشان يحكي لنا القصة كلها من أولها وينقل لنا كل الانطباعات من خلال كل المحيطين بالمدرب الجديد للنادي الأهلي. يا فاروق مساء الخير. أمير، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. أهلا بك يا رؤى، عايزين نطمن بقى على كل الأجواء وننقل لنا الصورة لحظة بلحظة من الأول كده من ساعة ما الراجل وصل، انطباعات إيه، حسيت بإيه لما شفته، أو هو نفسه لما دخل النادي كمان كان شعوره إيه، الملامح بتاعته اللي شفناها كمان من خلال اللقطات اللي شفناها دلوقتي على قناة النادي الأهلي ومن خلال برنامج الترند، إيه الجديد؟ ضيف لنا حاجات جديدة أنا متأكد يعني، اتفضل يا رؤى. يعني خليني اقول لك من البدايه يا امير، طبعا كان وصول مستر مارسيل كولر بصحبه الطاقم المعاون طبعا ومعاه المهندس خالد مرتجي امين صندوق النادي الاهلي والكابتن امير توفيق، يعني على متن الطائره القادمه من زيورخ من سويسرا بصحبه طبعا الطاقم المعاون هيرالدو جامبريلي واندرياس اندو وياسين البكاري. لدى وصوله طبعا كان في استقباله في مطار القاهره الكابتن سمير عدلي، سريعا تم انهاء الاجراءات. اول ما يعني تقدر تقول اول ما مستر مارسيل كولر رجليه وطئت مطار القاهره حس بقيمه وشعبيه النادي الاهلي، وشاف الترحيب الشديد جدا من كافه المسؤولين من كافه الموجودين، ويعني تيسير كافه الامور الخاصه بالاجراءات الوصول لمستر مارسيل كولر وجهازه المعاون. اول يعني على باب المطار كان بعض من جماهير النادي الاهلي كانوا واقفين بينقلوا رساله الترحيب لمستر مارسيل كولر. احد جماهير النادي الاهلي كان يعني اعطى هديه للمستر مارسيل كولر، كولر كاب عليه تاريخ النادي الاهلي 1907، يعني واتكلم هو مع المهندس خالد مرتجي قال له ده تاريخ انشاء النادي الاهلي. بص يا امير، تفاصيل كتير جدا مستر مارسيل كولر خلال الفتره الماضيه طبعا مع بدء التفاوض قدر ان هو يجمع تفاصيل كتير جدا عن النادي الاهلي، عن عدد بطولات النادي الاهلي سواء المحليه سواء الافريقيه، قدر ان هو يتفرج على مباريات النادي الاهلي في الفتره الاخيره، واتفرج على لاعبي النادي الاهلي ايضا ومبارياتهم مع المنتخب المصري ومنتخب منتخبات الناشئين او الشباب، قدر ان هو يعني يضع ايديه على التفاصيل كتير جدا. طبعا ده اللي نتمنى ان احنا نشوفه ان شاء الله خلال الفتره القادمه والايام القادمه. طبعا حاله الحماس زي ما انت قلت، في حماس في شغف عنده ان هو يكون موجود في فريق بحجم وقيمه النادي الاهلي. طبعا مع وصولنا هنا لاستاد او مقر النادي الاهلي بالجزيره تفقد كل شيء امير، يعني انا بقول لك كل شيء دي انا دقيق جدا في الكلمه، مفيش حاجه سابها. الراجل اتفرج على كل الامور الخاصه باجهزه الاستشفاء جهاز جهاز، سال على كل التفاصيل الخاصه بالاجهزه الطبيه، دخل صاله الجيم الخاص بالنادي الاهلي جرب الاجهزه، يعني جهاز جهاز، يعني سال على كل التفاصيل. ايضا تفقد ارض ملعب مختار التيتش واتكلم مع المهندس الخاص بالملعب مختار التيتش عن المنسوب او طول نجيله ارض الملعب طبعا، واشاد بارض الملعب ويعني اشاد بيها يا فاروق. بالظبط، عشان يعني بس برضو من الناس ممكن دلوقتي تستشف ان الراجل علق على ارضيه الملعب من كتر التدقيق فيها وكلام من ده، فوضح لنا الصوره دي، انت اكيد اقرب من القصه يعني.
لا يا امير، يعني عشان اكون صريح معاك، هو اشد كمان بالطول المنسوب، يعني هو يعني مسك انت عارف يا امير بلغه الكوره، مسك الطول بتاع النجيله. أيوة بتاع فاهم ارض فاهم الملعب. بيشوف المنسوب العلوي بتاع النجيله هل محتاجه تتقص، خاصه ان الفريق هيبدا تدريباته غدا ان شاء الله على الملعب، فاشد بالمنسوب بتاع الملعب مختار التيتش، واشد يعني من النقاط المهمه جدا. هو سال المهندس خالد مرتجي على صور شهداء النادي الاهلي اللي موجوده في ملعب مختار التيتش في المدرج، فسال على الصوره، فالمهندس خالد مرتجي قال له طبعا دول شهداء النادي الاهلي واعتزاز شهداء من جمهور النادي الاهلي واعتزاز النادي الاهلي بجماهيره، في حاله من الشغف عند مستر مارسيل كولر طبعا في النادي الاهلي وبدايته مع النادي الاهلي. التفاصيل اللي بنشوفها ياسين المكاري محلل الاداء يعني اكيد قريب جدا من الاجواء المصريه طبعا. عارف الكثير جدا من الاجواء المصريه طبعا، كان ليه دور كبير جدا اتكلم فيه مع مستر مارسيل كولر عن النادي الاهلي، ومن الامور اللي هي اللي وصلت الصوره كامله عن النادي الاهلي لمستر مارسيل كولر كان ياسين المكاري، اللي بقى يعني كان حريص ايضا برفقه الجهاز المعاون على تفقد ايضا ملعب مختار التتش، والتقطوا الصور في كل مكان طبعا، اشد بالاجهزه الطبيه اللي موجوده في النادي الاهلي، الاجهزه اللي موجوده في الجيم حاليا طبعا. كان هو في اجتماع او في حديث مع المهندس خالد مرتجي، يعني دور كبير جدا دلوقتي الكلام ده في الوقت اللي انا بكلمك حاليا فيه دلوقتي امير، ومع الكابتن امير توفيق طبعا اللي قاموا بمجهود كبير جدا. يعني برضو امير واحنا بنتكلم على هذا السياق، عايزين برضو ان احنا يعني الكابتن امير توفيق نشكر امير توفيق، لان امير الظروف اللي كان فيها خلال الايام الماضيه. بس يا فاروق، قبل ما نتكلم على امير توفيق طبعا اكيد هنتكلم عنه، بس دلوقتي قدامي اللقطه وهو الراجل كان بيتفقد ارضيه الملعب اللي انت كنت بتتكلم عليها، ومعاه المهندس الخاص بارضيه الملعب لو فكرني باسمه فاروق، ده المهندس خالد. ايوه المهندس خالد بصراحه بيقوم بمجهودات عظيمه جدا يا جماعه الراجل ده في الحقيقه. وقدامنا كمان اللقطه اللي بيوصف فيها المهندس خالد مرتجي لكولر الصور بتاعت شهداء النادي الاهلي. يعني بالفعل يا امير، يعني انا يعني من ضمن الامور اللي اتكلمنا عليها على ارض الملعب طبعا، الفريق هيبدا تدريباته غدا بمشيئه الله، يعني هيكون في تمام الساعه الرابعه، ده يعني اللي تم تحديده خلال الفتره الحاليه. هل ممكن الميعاد يتاخر؟ بس في الغالب في الغالب يا فاروق التدريبات هتبتدي بعد بكره، بكره هيبقى في اجتماعات وجلسات بس ما بين الجهاز الفني الجديد واللاعبين، وايضا طبعا اجتماع مهم مع الكابتن محمود الخطيب للجهاز الفني الساعه 12 الظهر. بالظبط يا امير، انا بقول لك كان الكلام اللي تم تحديده قبل هذه الساعات. طبعا زي ما انت عارف بيبقى ممكن يكون في بعض المتغيرات، لكن زي ما انت بتقول وكنا بنتكلم على امير توفيق طبعا. في ظل الظروف اللي كان موجود فيها ووفاه والده، يعني ندعي له بالرحمه، لكن كان موجود ان هو يأدي دوره، ودايما جوه النادي الاهلي يا امير انت عارف، انت جوه النادي الاهلي كتير جدا من حياتك بتبقى متعلقه داخل جدران النادي الاهلي طبعا. مستر ثبتوا لي يا جماعه الصوره دي بعد اذنكم، ثبتوا لي الصوره دي عشان ده الجهاز الفني، يا ريت تجيبوها تاني، ده الجهاز الفني بتاع النادي الاهلي يا فاروق. معلش انت معايا على الهاتف كده بنشرح الامور لحظه بلحظه بالنسبه للاعبين. اتفضل يا فاروق لحد ما الصوره تجهز. يلا بالظبط يا امير، يعني انا يعني حاله الشغف اللي احنا شايفينها والحماس اللي عند مستر مارسيل كولر، ايضا مدعبته للكاميرا، ويعني واحد من المدربين يعني من ملامحه امير ذكي جدا، الذكاء جدا يعني ذكي. معلش يا فاروق برضو احنا لسه مع بعض مكملين، هنتكلم كتير مع بعض، بس هشرح للجمهور الصوره اللي قدامنا دلوقتي. دي الصوره للجهاز الفني الجديد للنادي الاهلي، طبعا ينقصه الكابتن سامي قمصان والكابتن سيد عبد الحفيظ وميشيل يانكن اللي هو مدرب حراس المرمى، اللي على الشمال طبعا حضراتكم خلاص عرفتوه بقى اشهر واحد في مصر دلوقتي طبعا كولر المدير الفني الجديد للنادي الاهلي، اللي موجود جنبه بدقن خفيفه ده الاسمراني شويه فاروق، برضو خليك معايا، لابس تيشرت رمادي، ده اعتقد التونسي ياسين المكاري تمام، ده محلل الاداء حلو، وبخلاف كمان هيرالد جامبريلي ده مدرب المساعد اللي لابس التيشرت الابيض البولو، واللي لابس التيشرت الاسود ده مدرب الاحمال اندرياس اندويا. اتفضل يا فاروق. بالظبط بالظبط يا امير، يعني الجهاز حاله سعاده كبيره جدا عند افراد الجهاز المعاون، سواء يعني ياسين المكاري او اندرياس اندويا او هيرالد جامبريلي، الجهاز يعني عارفين قيمه النادي الاهلي وعارفين اسم النادي الاهلي، وقروا كتير جدا عن النادي الاهلي يعني، واكيد كان في تواصل مع بعض المدربين اللي اشتغلوا في مصر هنا، سواء مستر ريني فايلر او مستر كريستيان جروس اللي اشتغلوا الفتره في مصر عن الاجواء في مصر، لكن الحماس اللي احنا شايفينه عند مستر
مارسيل كولر وجهازه المعاون. ان شاء الله تكون بدايه خير يا امير. عارف ان شاء الله مجلس اداره النادي الاهلي هيوفر كل الامور الخاصه باحتياجات المدير الفني تكون موجوده. اعتقد يعني كافه الامور اللي شافها سواء على نطاق الاجهزه الطبيه، اجهزه الجيم او الاجهزه الخاصه باجهزه التشفى اشاد بيها مستر مارسيل كولر. طبعا نتمنى ان هي تكون بدايه وبدايه كبيره جدا ان شاء الله للموسم القادم للنادي الاهلي. ان شاء الله يكون كلها خير باذن الله يا امير. فاروق، عايز اسالك سؤال مهم قوي، يعني ممكن الناس تقول ان هو سؤال غريب شويه بس انا بشوفه مهم، لان يمكن فايلر كان بيعاني من جماهيريه الاهلي العظيمه لما كان بيروح في اي حته الناس كلها عايزه تتصور معاه. النهارده شفنا لقطات من اول ما وطأ قدم كولر مطار القاهره والكل بيتصور معاه لانه مدير فني جديد للنادي الاهلي. ازاي يتعامل مع الموقف ده؟ وهل هو عنده قابليه يعني حاجه هيتعود عليها لازم في مصر من خلال جمهور النادي الاهلي؟ بشكل سريع وضح لي الصوره. يعني خليني اقول لك يا امير نقطه مهمه جدا، ان مستر مارسيل كولر قبل قدومه للنادي الاهلي هو عارف شعبيه النادي الاهلي وعارف جماهيريه النادي الاهلي وعارف حجم الجماهير بتاعت النادي الاهلي. هو كان في غايه السعاده بالتفاف الجماهير. حلو. وكان مبسوط جدا ان الجماهير يعني بتتسابق لالتقاط الصور التذكاريه. لحظه وصوله للمطار يا امير هو حس بشعبيه النادي الاهلي على ارض الواقع. الكلام اللي كان بيقراه، الكلام اللي كان بيسمع لما عنه تسمع غير لما تشوف بالظبط، هو شافه على ارض الواقع، الجماهير اللي جت تستقبله. ويعني خليني اكلمك يا امير كده باللغه العاميه، انت لسه ما عملتش حاجه مع النادي الاهلي، انت لسه بتبدا مشوارك ان شاء الله لما تنجح باذن الله. بالظبط، فالجماهير بتستقبلك، الجماهير بتجري عشان تتسابق التقاط الصور. ده اللي بيدل على قيمه النادي الاهلي، وان المدرب جاي لمكان كبير جدا، جاي لمكان جمهوره وعارف يعني ايه قيمه النادي الاهلي. تمام. عارف يعني طبعا ايه حجم المسؤوليه اللي هتكون عليه باذن الله، ونتمنى له التوفيق باذن الله يا امير. ان شاء الله فاروق، انا بشكرك شكرا جزيلا. زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي اللي عامل مجهود عظيم جدا النهارده هو والزملاء المصورين طبعا اللي موجودين في النادي، واللي نقلوا لحضراتكم كل تفصيله سواء صغيره او كبيره بتخص وصول المدير الفني الجديد النادي الاهلي السويسري كولر. بنشكر فاروق شكرا جزيلا. خليني بس اروح لفاصل سريع، بعد الفاصل لسه هنكمل مع حضراتكم هذه الحلقه الخاصه جدا من برنامج الترند. يلا بي.